أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحمد لله بفضل ربنا أعلن عن بدء فعاليات المهرجان العربي الدولي لمسرح الطفل. المهرجان ده القائمون عليهم اسم إعلام وثقافة الأطفال بمعهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس. المهرجان ده الحقيقة مشارك فيه مجموعة من الفرق جاية من الدول العربية، منهم الجزائر وتونس والمغرب والإمارات، والحقيقة بنأمل أن العروض دي تلاقي قبول عند الأطفال. هي الحقيقة الفئة المستهدفة هي الطفولة المبكرة والأطفال، وكمان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندنا كمان فرقة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هيشاركوا في المهرجان بإذن الله بعرض كده يعني صغير إن شاء الله يلاقي قبول الجمهور بإذن الله، من أطفال مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التابع للمعهد. وبنأمل إن شاء الله أن العروض دي تكون على مستوى فني رفيع. من خلال العروض دي احنا بنأمل ان الفن الراقي دايما يقدر يوصل كل الرسائل الإيجابية اللي انا عايزة اوصلها للطفل بطريقة غير مباشرة، وبالتالي اقدر انا يعني اوصل له كل القيم العليا والمثل العليا والمبادئ الإنسانية السامية الرفيعة دي، اقدر اوصلها للطفل بشكل غير مباشر عن طريق العروض الجميلة، يعني بالتالي اقدر اشكل عقله ووجدانه، لان الطفل ده هو اللي هيبقى في المستقبل، هو يعني هو المستقبل بتاع الأمة، فبالتالي انا بشكل وجدان وضمير الأمة بالفن يعني بطريقة راقية. ان شاء الله نأمل ان تصل الرسالة ويكون لنا دور في احياء المسرح تاني، مسرح الطفل ومسرح العرائس بالذات بإذن الله. شكرا دي، شكرا جدا.